شو هن المواصفات اللي أول شي بتلفتكن بالشاب؟ طلعوا على المرأي، مش مرة ومش اثنين، ثلاثة وأربع مرات شعركن بدو يكون، وراح أحكي أنا وياكن قصص يمكن مش حكيتها من قبل. مرحبا يا حلوين، فيديو اليوم كتير مشوق. رح نكون عم نعمل أنا وياكن مكياج الموعد الأول أو مكياج الفيرست ديت، ورح أفرجيكن أنا شو عملت على الموعد الأول ورح نطبقه أنا وياكن، ورح يكون في كتير دردشة. رح أعطيكن نصايح لتضمنوا ديت ما بينتسى وتضمنوا معه ديت التاني. بهالفيديو رح نكون عم نحكي عن المكياج، عن الشعر، عن الأكسسوريز، عن كتير قصص، ورح أسألكن أسئلة كتير. ما تنسوا تتركوا لي تعليقاتكن بخانة التعليقات لأعرف شو الأجوبة تبعكن، وأكيد مثل العادة ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس كل ما ننزل فيديو دغري تحضروه. يلا نبلش. من بعد ما عملت كل الريسيرش المطلوبة لأعطيكن هالنصائح الكتير دقيقة، اوعى تقولي له دغري ايه لما يقول لك تعي نظهر على الموعد الأول. بتقولي له خليني اشوف السكادجول، بعد شي نص ساعة ساعة قولي له اوكي. الخطوة الثانية عن كيف لازم يكون المكياج. عن جد فوتوا شوفون، 80% من الرجال ما بحبوا المكياج القوي. هلا اكيد اكيد كيف انت بترتاحي بتظهري لتكوني على طبيعتك، بس كمان لتكوني على طبيعتك ما لازم تغيري تعابير وجهك او تغيري ملامح وجهك، لا ظهري مرتاحة وهي انا. فكخطوة اولى انا اكيد رطبت وجهي وطبقت كريم الاساس مش للمناسبات، للايام العادية. واذا عبالكم تعرفوا اكتر كيف طبقته فقسوا هون. بدنا نعمل سكراب للشفاه مثل دايما يعني، وأنا حجرب هلأ أعمل المكياج اللي أنا عملته بالموعد الأول. فرح فرجيكم أول لون رح استخدمه هو هيدا اللون، ورح نحطه على العين من هون لهون، ما منكتر على البراش، منطبطب أول شي، نرجع مناخد فرشاة دمج ومندمج على العين. هالمكياج كتير قريب من المكياج اللي بعمله أنا للأيام العادية، لأنه ناعم وبذات الوقت بيبرز لنا جمال عيوننا. هلأ أنا رح طبق لون لامع كتير خفيف، أنا بالموعد الأول ما كنت مطبقته، بس بقول يا ريت هيك تيطولنا عيننا، لأنه رح يكون في كتير حكي بالعيون، وحقلكن شو لازم تعملوا بالحاجب كمان. انطروا. إذا لاحظتوا طبقت اللون المات ناشف على كل عينة، وهلأ رح ناخد هيدا اللون كتير ناعم ومهضوم ونطبقه هيك شوي صغيرة لنص مدمع العين بهالطريقة بشكل كتير كتير ناعم. نفس الخطوات على تاني عين، منرجع مناخد نفس لون البني ومنطبقه على خط الرمش السفلي بهالطريقة، بدنا نسحب عيننا سحب. هلأ في شي أنا بندم إني ما عملته كمان، هو تطبيق الأيلاينر، لأنه أول شي بشوفه فيك الشاب وخاصة بالموعد الأول قاعدين وعم تحكوا وعم تطلعوا ببعضكن هن عيونكن، فطبق الأيلاينر ناعم مش كتير قوي وترك انطباع بعقله حاد. وهلأ رح نطبق الايلاينر، واذا عبالكن تعرفوا طريقة كتير سهلة لتطبيق الايلاينر للمبتدئات وحيال كتير سهلة بتخليكن تطبقوا الايلاينر بأقل من دقيقتين، فقسوا. من بعد ما طبقنا الايلاينر اجا وقت الحواجب، رح ناخد الهايبرا من بنفيت ونعمل هايلايت لل حاجب بهالطريقة. تسألوني ليه؟ لأنه إذا كان عم يحكي وفي شي ما عجبكن من اللي عم يحكيه بتطلعوا هيك بتعلوا الحاجب هيك بشوفوا عم بضوى يعني دغري بينقطش الحديث. هلأ نحن عم نحكي وعم نمزح يعني في جد وفي مزح، يعني ما تكونوا هالقد هيك اخدينه وناطرينه على حركة، لا كونوا عادي بس انه
قطعوا له اياهم بيقطعوا. نرجع بناخد برش مسطحة ومنطبق هايلايتر. نرجع كمان بزيت البرش بالهايلايتر منطبق على مدمع العين. وهلا الماسكارا مترك برموج، لانه رموش بينعاد للمكياج القوي الا اذا بدكم تحطوا شيء كثير ناعم هيك باخر العين، بس انا شخصيا بفضل بلا رموش. ما قلتولي شو هن المواصفات اللي اول شيء بتلفتكم بالشاب؟ بارفان، التياب، صوت، شعر، يمكن ما بعرف، عبالي كتير اعرف اجوبتكم. فتركولي اياهم بخانة التعليقات لندردش سوا، وانا اكيد رح رد عليكم ورح احكي انا وياكم قصص يمكن مش حكيتها من قبل. هلا انا اكيد عم تسألوا حالكم شو بيلفتني بالشاب. اكتر شي بيلفتني هو يمكن كل البنات ما بعرف، هو البادي لانجويج، لان كتير بتعبر اذا هو بيوثق بحاله او لا. وتاني شغلة بتلفتني البرفيوم. وهلا بدنا نطبق احمر الشفاه، اكيد اكيد ما لازم يكون لون قوي، لانه تخيلوا معي بس انتو قاعدين بوش شخص وعم تحكوا كل وقت حكي انه موعد اول، وفي هيك شيء قوي عم بيشتت لكم تركيزكم، فلا خلونا على احمر شفاه ناعم. ونصيحة مني، طلعوا على المراية مش مرة ومش اثنين، ثلاثة واربع مرات لتتأكدوا انه ما في احمر شفاه على اسنانكم. انتبهوا. وهلا الهايلايتر، مش كتير كتير تكتروا، هيك شوي. كل البرودكتس او المستحضرات اللي استخدمتها راح اترك لكم اياها بالديسكريبشن بوكس، وانا ناطره تعليقاتكم خصوصي على هيدا الفيديو، عن جد ناطرتها، بدي اشوف شو ارائكم، كثير عندي الحشريه. هلا ما خلصت هون، صحيح انه المكياج دون، بس في شيء بيلعب دور كثير مهم كمان، واللي هو الشعر. يا بنات للموعد الاول شعركم بده يكون مشط بطريقه كثير ناعمه، يا بتعملوه ستريت مثل ما انا عملته، او اذا عبالكم تعطوه فوليوم اكثر بتعملوه ويفي، بس الويفي الناتشرال، يعني منلف الشعر وبنرجع منمشط 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 ليصير كثير ناتشرال. اول نقطه على التشيك ليست دن، تركنا انطباع بالنظر، هلا صار دور نترك انطباع بحاسه الشم. ومثل ما راح نرش البرفيوم وراح نحط كريم على ايدينا يكون معطر، لانه بتعرفوا راح نسلم اول شيء ريحه بقى تعلق على الايد، تكل ما عمل هيك او هيك او هيك تطلع الريحه. اما بالنسبه للبرفيوم في شيء كثير مهم بدي اقول لكم اياه، تاخذوا فرشاية، اسمعوني كثير منيح، بتاخذوا البرفيوم، بتاخذوا البرفيوم، بترشوا برفيوم على الفرشاية. ومنمشط شعرنا فيها شوي، ما تكتروا كثير، تكيف ما برمنا يمين شمال يمين شمال تطلع الريحة. رايحين على السكند ديت من بعد هالفيديو. وهلا بالنسبه للاكسسوارز، شفتوا انا شو لابسه، اكيد في كثير انواع تانية وحسب ذوقكم، بس اكيد 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 مش هيك ولا هيك. اما لاخر بارت كمان كثير مهم وبيترك انطباع كثير كثير قوي عند الشخص اللي مقابلنا، واللي هو الاوتفيت اللي نحن رح نختاره. رول نمبر 1، تختاروا اوتفيت بيريحكم وبيعبر عن شخصيتكم، ما تلبسوا شيء انتم منكم مرتاحين فيه. 2، لو شو ما كان نقوا الوان حلوه، الوان هيك بتخليكم فريش وناتشر. هيدا كان مكياج الموعد الاول، اذا بدكم تصححوا بعض افكار ويمكن شيء تاني يعجبكم ف
نفسهم. بشوفكم بفيديو جديد، باي باي.